إن عقل الإنسان لديه القدرة على إدراك عدد هائل من المعلومات بشكل يومي. العلماء يقدرون العدد ب 74 جيجا بايت، بحيث يقول عالم الأعصاب الشهير دانيال ليفتن أن كمية المعلومات إذا زادت عن رقم 74 جيجا بايت فإنها تعرض عقل الإنسان إلى التعب وأحيانا فقدان التركيز كليا. ففي الواقع الإنسان لا يستطيع استيعاب ثلاث أنشطة عقلية في وقت واحد، وهنا تبرز أهمية لماذا يرتدي الكثير من العباقرة حول العالم نفس الملابس بصفة يومية تقريبا. هؤلاء العباقرة فضلوا عدم تضييع الوقت باختيار الملابس المختلفة، وقاموا بتوفير قدرتهم العقلية للأمور الهامة فقط.